ازيكم يا شباب؟ النهاردة ان شاء الله هشرح لك وحل معاك اخر تشابتر في المنهج اللي هو الماجنتيك سورسز. فخلينا كده نبتدي نقول مين ممكن او يصلح انه يكون ماجنتيك سورس او مصدر لمجال مجال مغناطيسي مثلا. مين طبعا اشهر مثال يجي في دماغك اللي هو مين؟ الماجنت او الشحنات وهي بتتحرك، الموفينج تشارجز. طب ما الشحنات وهي بتتحرك نقدر بطريقة تانية نسميها مين؟ نسميها كارنت أو تيار. يبقى هما دول التلاتة ماجنتيك سورسز اللي انت يجوا في بالك على طول في الشابتر ده. طيب احنا هنشتغل مع شكل واحد بس، هنشتغل مع مين؟ مع واير ماشي جواها كارنت. خلاص، بس الواير ممكن تبقى انفينيت، ممكن تبقى فاينايت ليها طول محدد، ممكن تبقى بنت واير يعني متنية، ممكن تبقى متشكلة على شكل سولونويد أو حاجة اسمها تورويد. هنبص عليها دلوقتي. مين اللي بنحل في التشابتر ده بطريقتين، طريقة اسمها بايو سافار وطريقة اسمها أمبير، شبه جدا طريقة جاوس اللي سيادتك خدتها في الإلكتريسيتي. فخلينا نبتدي كده، هنشرح بايو سافار وبعدين نحل أسئلة عليه وبعد كده ندخل في أمبيرز لو. طيب بالنسبة لبايو سافارز لو ايه الموضوع يا جماعة؟ لو انت عندك تشارج كيو بتتحرك بفيلوسيتي فيكتور في، ادي طريقها بالشكل ده. خلاص، ومطلوب منك تحسب ماجنتيك فيلد عند نقطة اسمها بي. بنطلع من المصدر بتاعنا ده، السورس بتاعنا او ده المصدر بتاعنا يا شباب، بنطلع منه للنقطة اللي عايزين نحسب فيلد عندها بفيكتور، ونسميه فيكتور مين؟ ار، ديسبليسمنت او فيكتور او متجه الازاحة. طب عشان اجيب الماجنتيك فيلد عند النقطه بي بنكتب ايه؟ بنقول الماجنتيك فيلد شويه ثوابت كده ميو نود على 4 باي في قيمه السورس او قيمه المصدر. ركز، مين بقى كروس مين؟ في كروس ار. خلاص، سرعه التشارج كروس الديسبيسمنت فيكتور على قيمه الار باور 3 وخلاص. طب بنحسب اتجاه الماجنتيك فيلد ازاي؟ بحاجه اسمها رايت هاند رول. بمعنى امسك كده بايديك اليمين، يلا خلاص، عندك طريقتين. في طريقه اللي انا علمتها لك اخر مره ان اي عمليه كروس برودكت، خلاص، ممكن اعملها بالرايت هاند رول. ازاي؟ ككروس برودكت، كماث مش كفيزكس. امسك اول فيكتور اللي هو في، شاور عليه باول صباع، بعد كده بالصباع الثاني شاور مع الديسبيسمنت فيكتور، ده يدي لك ماجنتيك فيلد انسايد. يبقى انا فهمت ان الماجنتيك فيلد عند النقطه بي اتجاهه انسايد زي ما انا مشاور لك اهو باللون الاحمر. طيب الطريقه الاسهل اللي هنشتغل بيها في التشابتر ده، ايديك اليمين هنقسمها جزئين، جزء صباعك اللي هو الثمب، خلاص، وجزء تاني بقيه صوابعك الاربعه مع بعض بيلفوا، بتلفهم كلهم حركه واحده مع بعض. فبنشاور بصبعنا اللي هو الثمب، بنشاور في اتجاه الفي، خلاص، وبقيه صوابعنا بنشوف النقطه بي بيحصل ايه عندها. جرب كده، اعمل ده معايا، امسك بصباعك يلا في، والاربع صوابع التانيين عند النقطه بي، الاربع صوابع التانيين بيخبطوا على البورد او على الورقه اللي بتتفرج عليها او على اللابتوب، ولا بيشاوروا لبره؟ بيشاوروا لجوه، خلاص، بيشاوروا على الشاشه نفسها، يبقى انسايد. فدي كده طريقه تانيه. مين هو ميو نود؟ مش عليك بس غير ان انت تبقى عارف الرقم ده، ولا تعرف اسمه ولا تعرف اي حاجه، هو الرقم ده بس اللي انت تكون عارفه. ادي طريقة بايو سافار، تعال نكتبها بشكل اخر. لو انا عندي واير ماشي جواها كارنت، بنختار منها سامبل، بس هنا السامبل ليها دايركشن، يعني مش زي الالكتريستي بنختار سامبل اسمها دي كيو خلاص، لا، هنا بنختار سامبل. السامبل دي بيكون اسمها اي دي ال، والدي ال ده فيكتور فليه دايركشن. خليني اكتبها لك بشكل يعني احسن شويه، اهي اي اسم السامبل اي دي ال. طيب بنعمل ايه بقى؟ ما السامبل او العينه اللي احنا خدناها دي اكنها ايه يا شباب؟ اكنها موفينج تشارج، يعني نطبق قانون بايو سافار اللي فوق اللي انت شايفه فوق. فنقول الماجنتيك فيلد هيكون ميو على 4 باي بدلا من كيو في، خلاص، بنكتب السامبل بتاعتنا، بنكتب اي دي ال كروس ار على ار باور 3. طب تعال نفك الكروس برودكت، فنقول ايه؟ نوصل لايه بقى؟ ادي ميو نود على 4 باي وادي الاي اهي، دي ال كروس ار هيبقى مين؟ هيبقى دي ال ساين ثيتا، وتحت بقى عندك ار باور 2 فقط مش ار باور 3.
طب هل ده التوتال ماجنتيك فيلد؟ لا، ده الماجنتيك فيلد الناتج عن إليمنت، خلاص؟ يبقى ده بيمثل ايه؟ جزء من التوتال ماجنتيك فيلد. او بمعنى اخر، انا ممكن اقول التوتال ماجنتيك فيلد ايكوال كام يا شباب؟ الماجنتيك فيلد التوتال انتجريشن ده، لان كل اللي انا مش هقول لك عليه بالاخضر ده، ده الماجنتيك فيلد الناتج عن ايه؟ عن سامبل، عينه واحده. طيب مين الار فيكتور برضو عشان الناس هنا بتتوه؟ بتطلع من السامبل بتاعتك بفيكتور اسمه ار فيكتور لغايه النقطه اللي عايزين نحسب عندها فيلد بالشكل ده. يبقى زي ما يكون ادي الفيكتور في اهو، وادي الفيكتور ار، خلاص؟ دول اللي احنا عملنا لهم كروس برودكت مع بعض عن طريق اي دي ال كروس ار. طب ازاي بقدر احدد دايركشن الماجنتيك فيلد يا شباب؟ بصباعي شاور في اتجاه الواير، خلاص؟ بصباعك شاور في اتجاه الواير، هتلاقي ايه اللي بيحصل؟ لو انت عامل كده معايا، هتلاقي اي نقطة تحت الواير صوابعك بيشاوروا انسايد. طب اي نقطة فوق الواير صوابعك بتشاور ايه؟ انسايد. يبقى النقطة بي الفيلد عندها يا جماعة ايه؟ اوتسايد. خلاص انا ممكن اكون عكست الكلام، انا اسف. بصباعي الثمب شاور ناحية اليمين، اي نقطة تحت انسايد، اي نقطة فوق اوتسايد. طيب كده بيوسفر شبه خلصناه. يعني ممكن ناخد هنا بروف سريع جدا قبل ما ابتدي احل معاك اسئلة، فنقول دي فاينايت واير يعني ليها بداية ونهاية. فبروح انا قايل لازم هو بيديني الاول اتجاه الكرنت، فلو قال لك ده اتجاه الكرنت فسيادتك هتعمل ايه؟ تعال نختار اي سامبل عشوائيه، خلاص؟ لو ده اوريجن مثلا، وادي اتجاه الاكس اكسس وادي اتجاه الواي اكسس، فيبقى السامبل العشوائيه اللي انا اخترتها دي عندها من الاوريجن لهنا مسافه قد ايه؟ نيجاتيف اكس، لان انا اخترت سامبل على شمال الاوريجن، خلاص؟ فباجي اقول لك بينها وبين الاوريجن مسافه قد ايه؟ مسافه نيجاتيف اكس. اطلع من السامبل للنقطة P، بنطلع بمين لو انت فاكر؟ بنطلع بفيكتور R. طيب والسامبل نفسها بشاور عليها واكتب مين؟ بكتب IDL. وادي انجل ثيتا اللي ما بينهم هما الاثنين، ما بين ال R وال IDL، ونبتدي نحل. طيب الماجنتيك فيلد الناتج عن السامبل دي يا شباب هو مين؟ الماجنتيك فيلد الناتج عن السامبل دي هو، طبق القانون، هتقول ميو نود على 4 باي اي دي ال كروس ار على ار باور 3، او اي دي ال ساين ثيتا على ار سكويرد. اسهل، فك الكروس برودكت اسهل شويه. هنا هيقابلك مشكله باختلاف اختيارك للسامبل، في كذا حاجه فاريبل او كذا حاجه متغيره. ايه هي؟ اولا الاكس متغير، خلاص؟ ثانيا الثيتا من سامبل للثانيه بتتغير، ثالثا مين الار بيتغير. ما ينفعش احل مساله وعندي ار وثيتا واكس ثلاثه فاريبلز. فبنعمل ايه يا شباب؟ عايزين نربطهم كلهم ببعض. فهقول ساين الثيتا من الرسمه هي مين على مين؟ A على R. فمن هنا اقدر اقول ان ال A، لا سوري، ممكن اقول ان ال R مثلا ايكوال مين؟ A على ساين ثيتا، بشكل اخر A كوزيك ثيتا. واقدر اشيله من هنا، اخلص منه من هنا. هنقول تان ثيتا، تان ثيتا بتساوي مين؟ اوبوزيت A على الادجيسنت اللي هو مين؟ نيجاتيف X. يبقى نقدر نقول ان الاكس بتساوي نيجاتيف اي على تان ثيتا اللي هي مين؟ كوتان ثيتا. طيب فين الاكس؟ هحتاجه ازاي هنا في القانون؟ هقول لك هتحتاجه ازاي. شايف الدي ال؟ طب ما الدي ال هي مين بالظبط؟ هي دي اكس. ليه؟ لان الواير موجوده بامتداد الاكس اكسس، وانت متعود بتروح شايل الدي ال حاطط مكانها دي اكس. طيب فممكن يعني الايكويجن ده اكمل فيه خطوه كمان واقول دي اكس هتبقى بوزيتيف A، طبعا تفاضل الكوتان معروف، كوزيك سكوير دي ثيتا دي ثيتا. طيب كل اللي سيادتك هتعمله، يلا هتبتدي تروح قايل ادي ميو على 4 باي اي، ميو على 4 باي اي، دي ال استبدلناه حطينا بداله دي اكس، ادي دي اكس اهو بدلا من دي ال. ساين الثيتا سيبها زي ما هي اهي. ار باور 2 هتحط بداله اللي احنا لسه كاتبينه تحته ده اللي هو ايه؟ كوزيك ثيتا بالشكل ده. طير ايه مع ايه؟ مع كوزيك مع كوزيك، اسحب شويه الثوابت دول بره، اتبقى لك تكامل ساين ثيتا دي ثيتا اللي هو بيطلع مين؟ نيجاتيف كوزاين ثيتا فقط لا غير. طيب ده كده قانون مهم بيديني الماجنتيك فيلد عند النقطه بي، خلاص؟ فاضل حدود الانتجريشن. طب انت عندك حركتين، ركز كده معايا، عندك شكلين، شكل فاينايت واير ليها طول محدد، خلاص؟ وادي النقطة بي،
اختار اول element هنا اهي، اطلع منها displacement vector، الزاوية اللي بينهم دي سميها مين؟ ثيتا 1. خلاص كده، يبقى ده اول حد في الانتجريشن. فين اخر element اهي؟ ركز ان انا قلت لك حاجة، ال elements هنا عندنا متجهات او vectors ليها direction، اطلع منها بديسبيسمنت فيكتور للبي اهو، الزاوية اللي ما بينهم اسمها ثيتا 2، يبقى حدود التكامل من ثيتا 1 لثيتا 2. فسيادتك توصل لقانون بيقول ان الماجنتيك فيلد بيساوي ميو نود اي على 4 باي. خلاص، النيجاتيف كوزاين دي كل الاختلاف بس في ايه؟ هبدل الليمتس، فهروح قايل كوزاين ثيتا 1 ماينس كوزاين ثيتا 2. افرض كانت انفينيت، يعني انفينيت لو الواير ملهاش بدايه ونهايه. ركز كده معايا، كل ما النقطه دي تبعد ناحيه الشمال تبعد ثيتا 1 يحصل له ايه؟ يبقى ثيتا 1 يبقى بصفر. طب كل ما النقطه دي تبعد وتبعد خالص عن الواير او عن النقطه بي، الزاويه اللي هنا ثيتا 2 يحصل لها ايه؟ تكبر لغايه ما توصل تبقى كام؟ ثيتا 2 تبقى 180. فساعتها حدود التكامل هتبقى من 0 ل 180. تيجي نعوض، يلا هتلاقي الماجنتيك فيلد طلع لك عامل ازاي؟ ميو نود على اي على 4 باي. خلاص، كوزاين 0 ماينس كوزاين 180 هتطلع لك 2، 2 مع الاربعه اللي تحت تدي لك 2. طبعا في حاجه ناقصه انا ما كتبتهاش، ناقص الكونستنت ايه ده، فممكن نكتب هنا ايه سمول وهنا ايه سمول. تعالى نراجع يلا على الكلام ده بسرعه. ادي قانون الفاينايت واير، وادي قانون الانفينيت واير، وادي قانون حاجه اسمها السيمي فاينايت ليها بدايه وملهاش نهايه، وده قانون الـ along the axis point، يعني أي نقطة بامتداد أي axis أو بامتداد أي واير ما عندهاش فيلد. خلاص؟ واير أهي، مد الواير، النقطة P موجودة بامتداد الواير، ما عندهاش magnetic field النقطة P. أظن الكلام واضح ما فيهوش مشكلة، فاضل بس تعديل صغير هنعمله لو أنت واخد بالك. القانون بتاع الفاينايت واير اللي إحنا استنتجناه سوا حالا أنا وأنت، اللي هو كوزاين ثيتا 1 ماينس كوزاين ثيتا 2، غير اللي أنا كاتبه لك هنا. ليه؟ عملنا حركة أبسط شوية. الناس بتتلخبط يا جماعة في حركة ثيتا 1، إن ثيتا 1 هي اللي جوه بس ثيتا 2 هي اللي بره، فالناس بيتلخبطوا من الحدوتة دي. فبنعمل إيه بقى؟ بروح أنا قايل طب خلينا موحدين الكلام ومتفقين مع بعض، أنا هحط دايما كوزاين بلس كوزاين من غير ما يبقى إيه كوزاين ماينس كوزاين ولا حاجة. طب والزوايا اللي هنا هكتب مين؟ إيه رأيك؟ هنوحد مع بعض، نبقى بنكتب دايما الزوايا اللي جوه المثلث دول. خلاص يا شباب، يعني لو عندك واير بالشكل ده مطلوب منك تحسب الفيلد هنا، قف المثلث فين الفا 1 والفا 2 من غير اي اولويه، ادي واحده فيهم هنا والتانيه هنا. شكرا، كده اسهل بكتير. علشان كده لو انت واخد بالك السيمي فاينايت، السيمي فاينايت ادي الواير بتاعتنا. خلاص، قفل يلا مثلث، فهتلاقي ان الزاويه اللي هنا دي كام؟ 90، فكوزاين ال 90 ده بيموت. طب الطرف اللي هنا ده بعيد، ما نعرفش هو فين بالظبط، بس كل ما الطرف ده ما بيبعد كل ما الزاويه اللي هنا تقرب من كام؟ تقرب من الصفر، فكوزاين الصفر بيطلع لك 1، يبقى لك الماجنتيك فيلد اهو ميو اي على 4 باي اي. يبقى انت القانون العام بتاعك هو الفاينايت واير، حاله خاصه منه الانفينيت واير، حاله خاصه منه مين؟ السيمي فاينايت واير. تعالى نبتدي نبص برضو على حاجة تانية سريعا. عندي حاجة اسمها البنت واير، اللي هي الواير لما بتبقى على شكل سيركلر. ادي الواير على شكل سيركلر، بنختار منها عينة او سامبل اسمها اي دي ال برضو. خد بالك بقى من السر هنا، ادي قانون بايوسافار عادي، ميو على 4 باي اي دي ال ساين ثيتا على الار سكويرد. بص بقى ايه الحتة دي، دايما السامبل بتاعتنا او العينة اتجاهها تنجنشال او ممسي، وانا عايز تحسب ماجنتيك فيلد عند السنتر، فيبقى الديسبيسمنت فيكتور اللي بيشاور على النقطة P دايما في اتجاه السنت، يبقى الزاوية الثيتا بينهم كام؟ 90. يبقى ساين الثيتا مشغلش بالي بيها، لأن ساين الثيتا دي بكام دايما؟ ب 90. خلاص؟ طيب، أنت متعود إن دايما السامبل بيبقى ليها حاجة اسمها الأرك أو اسمها السامبل أنجل، بيبقى اسمها دي ألفا، يعني لو الأرك أنجل على بعض كل دي اسمها ألفا، يبقى اللي أنا مشاور لك عليها هنا دي اسمها مين؟ دي ألفا. فهنعمل حركة حلوة قوي، الدي بي هقول إن هو ميو نود على 4 باي اي على ار سكويرد، وبدلا من دي ال بنحط مين يا شباب؟ بحط ار دي الفا. نعمل انتجريشن يلا،
كلهم ثوابت. الحاجة الوحيدة اللي بيتعملها انتجريشن هي دي ألفا. طبعا تكامل دي ألفا بيطلع أو بينتج منه مين؟ ألفا. ده كده قانون تشتغل بيه امتى سيادتك؟ في مسألة سيركيلر آرك، طالب منك ماجنتيك فيلد عند السنتر، بتشتغل بالقانون ده. طب فرضا لو كانت سيركل كاملة وطالب منك الفيلد هنا، طب ما السيركل كاملة هعوض احط الزاوية بتاعتها كام؟ 2 باي، فيبقى قانون السيركل الكاملة ميو نود اي على 2 ار كابيتال. تعويض مباشر مش اكتر. مش محتاج اديلك بروف الرينج، خدنا حاجة شبهه في الالكتريسيتي، تقدر ترجع للمحاضرة تبص على البروف بتاع الرينج. المهم ايه الفرق بين الرينج يا جماعة والسيركل؟ هما الاتنين سيركلز في الاخر، افهم. بس دي بتبقى سيركل مش طالب منك ماجنتيك فيلد في السنتر بتاعها، امال طالب ماجنتيك فيلد على بعد مسافة اكس along the axis. فبنعمل بروف بنوصل للقانون ده. ادي الماجنتيك فيلد بتاع السيركل او الرينج بتاعتنا يا جماعة على بعد مسافة اكس. راجع كده معايا بسرعة، احنا خدنا ايه لغاية دلوقتي؟ خدنا الماجنتيك فيلد الناتج عن فاينايت واير، انفينيت واير، سيمي فاينايت واير، سيركلر ارك يعني على شكل دائري. خدنا الماجنتيك فيلد الناتج عن سيركل بس نقطة بعيدة عنها، يعني نقطة مش عند السنتر. قبل ما ابتدي احل معاك فاضل حاجة صغيرة قوي، بيقول لك لو عندك اتنين وايرز ماشي جواهم نفس الكرنت كاتجاه، يعني كدايركشن لايك كرنتس، يعني نفس الاتجاه، يحصل ما بينهم اتراكشن. لو الكرنت اوبوزيت دايركشن بيحصل ما بينهم ريبالشن. طيب ما دام بيحصل اتراكشن وريبالشن يبقى في فورس، خلاص في فورس بتقربهم من بعض او بتبعدهم من بعض عن بعض. قيمه الفورس دي كام؟ اهي كاتبها لسيادتك اهي، ميو اي 1 اي 2 على 2 باي المسافه اللي بينهم مضروبه في ال 2. خلاص مين ال 2 ده بقى؟ ركز ركز، اصل هي اسمها ميوتشوال فورس، فمنطقي ان انت تقول لي ال2 قد ال1 بالظبط. طيب افرض في المساله مثلا ما طلبش منك الفورس، وده اللي هيحصل، بيطلب منك حاجه اسمها فورس بير يونت لينث، فيبقى سيادتك دايما بنسبه 90% هتلاقي نفسك ما بتبصش على ده خالص. الطلب بيجي لك في الامتحان دايما فايند ذا فورس بير يونت لينث، هو الرقم اللي مكتوب ده. خلاص لو قال لك هات الفورس لوحدها مش اكتر، هيحدد لك الفورس على مين، فبيقول لك هات الفورس على السكند واير مثلا يعني. فبروح انا ضارب الرقم ده كده، ضربه في مين؟ في السكند واير، في طول السكند واير في ال2. عاده ال1 بيبقى زي ال2 فما بتختلفش، تضرب في ال1 تضرب في ال2 ما بتفرقش، عشان كده بيسموها القوى المتبادله، القوى الميوتشوال. لو انت حابب تعرف الموضوع ده جه منين هتتعب شويه، خلاص فهتلغي مثلا دي كده اكنها مش موجوده، وتبتدي تقول انا هنا في تشابتر 1 ولا 2، انا اللي باين عندي ايه دلوقتي؟ واير ماشي جواها كارنت بتخلق حواليها ماجنتيك فيلد، خلاص كده بتخلق حواليها عند اي نقطه ماجنتيك فيلد. طيب على بعد المسافه ايه تعرف تحسب لي الماجنتيك فيلد؟ تعالى كده نشوف، خلينا امسح لك بس ده كده مؤقتا عشان ما يتوهش مننا. عند اي نقطه على يمين الواير هيبقى في فيلد انسايد، خلاص كده عرفت منين؟ بايديا اليمين شاور يور ثامب في اتجاه الكرنت، بقيت صابعك بتخبط لجوه، بتخبط انسايد، يبقى انا عرفت ان هنا في ماجنتيك فيلد انسايد. طب قيمه الماجنتيك فيلد كام يا شباب؟ ها ده ناتج عن فاينايت واير ولا انفينيت واير؟ اعتبرها يا سيدي انفينيت. فهتقول قيمه الماجنتيك فيلد بكام؟ بميو نود اي على 2 باي ار. مين ار؟ لو انا واقف عند مسافه ايه يبقى على 2 باي ايه. ده قيمة الماجنتيك فيلد الناتج عن المصدر رقم واحد، عن الواير رقم واحد. شكرا، تروح خلاص ملهاش ايه؟ ملهاش دور تاني معانا، ما هي ماجنتيك سورس وانا حسبت الفيلد الناتج عنها، يبقى خلاص تروح ملهاش اي لازمة في المسألة. على بعد مسافة ايه؟ اوعى تنسى ان في واير موجودة هنا اهي، صح؟ تعرف تجيب لي الفورس المؤثرة عليها؟ اوعى تنسى دلوقتي دي تعتبر ايه؟ مصدر؟ لا دي غلبانه، دي غلبانه واتحطت في ماجنتيك فيلد وعايزين نشوف الفورس اللي هتاثر عليها. ده كده تشابتر 1. طب تشابتر 1 بيقول ان الفورس اللي بتاثر على اي واير بكام؟ لو انت فاكر اي ال كروس بي، صح يا شباب؟ او بمعنى اخر
اي ال بي ساين ثيتا او اي ال بي على طول، لان ثيتا بتبقى ب 90، فبقول ان الفورس هتساوي اي، اني اي اللي انا شايفه دلوقتي اللي ماشي في الكارنت، ال طول الواير يعني بتاع الواير دي، مضروب في بي، بي الماجنتيك فيلد ميو نود، اني اي بقى، ما انا بحسب الماجنتيك فيلد كان ناتج عن اي 1 على 2 باي اي، يبقى انا وصلت فعلا ميو نود اي 1 اي 2 بدون اي اولويات على 2 باي اي مضروب في ال 2 اللي عادة بيبقى زي ال 1، وعادة ما بيسألنيش عليه. بجيب حاجة اسمها فورس بير يونت لينث، بتبقى الرقم ده بس من غير ال 2. فاظن ان الموضوع واضح ليك دلوقتي، ان انا عشان اعرف احل المسألة فرقت ما بينهم، اعتبرت واحد فيهم سورس والتاني فيهم فيكتيم، واحد بيأثر على التاني. خلاص، دي الطريقة اللي بنحل بيها المسألة. طيب ننقل بعد كده على البروبلم سيت، خلينا كده نبتدي نحل كذا سؤال على الجزئية دي. هنا أول سؤال عندنا بيقول لك إن فيجر 1 ده كارنت إيليمنت أي دي إل، يعني ممكن نتخيل إن هي كارنت إيليمنت متاخدة مثلا من إيه؟ من واير أطول شوية، يعني هي جزء من واير، آدي شكل الواير أهو بالأصفر مثلا يعني. وفي 3 فيكتورز 1 2 3، أوعى تفتكر إن هما إكس واي زد، لأ 1 و 2 و 3 كلهم are in the same plane، يعني ممكن اتخيل زي ما يكون 1 ده هو الـ x-axis مثلا، 3 هو الـ y-axis، و 2 ده حاجة ما بينهم، ما بين الـ x والـ y. خلاص، مش x y z، لا كلهم في نفس الـ plane، في نفس المستوى. عايزين اتجاه الماجنتيك فيلد الناتج عن الـ element عند النقطة P. طيب بنعمل ايه بقى يا جماعة؟ بكل بساطة بشتغل بإيدي اليمين، right hand rule، بشاور بصباعي مع الـ current، هلاقي ان اي نقطه تحت الواير، اي نقطه تحت الواير عندها ماجنتيك فيلد انسايد، بما فيهم مين؟ طبعا النقطه بي اللي هو عايزها، فاقول له الاجابه انتو ذا بيج. طيب دي كده كانت طريقه. في طريقه تانية، لو انت يعني ايه ايدك اليمين عطلانه شويه ممكن تعمل ايه؟ تعال نقول طبقا لبايوسا فارلو الماجنتيك فيلد دي بي از ا فيكتور هو عبارة عن شوية حاجات كده، راغي راغي راغي، شوية كونستنس، ها بعد كده مين؟ دي ال كروس ار على ار باور 2. فتعال نحدد اتجاه دي ال، وتعال نحدد اتجاه الار، كروس برودكت مع بعض هتجيب مين؟ هتجيب دي بي على طول. اتجاه دي ال واضح جدا، السهم بتاع دي ال ده في اتجاه مين يا جماعة؟ في اتجاه اكس. طب بالنسبة للار، ايه المقصود بالار؟ ار هو الديسبليسمنت فيكتور اللي طالع من الكارنت اليمنت، خلاص، للنقطة بي، النقطة اللي عايز احسب عندها الفيلد. فده ممكن نعتبر ان هو مين؟ نيجاتيف اي نيجاتيف جي، واضح ان هو بيشاور في اتجاه النيجاتيف اكس والنيجاتيف اي. خدهم يلا كروس برودكت مع بعض، هما الاثنين اي كروس نفسها طبعا ملهاش اي اعتبار ولا ليها اي لازمة، فاللي هيبقى لك بس اي كروس نيجاتيف جي. طب اي كروس نيجاتيف جي بتطلع مين؟ بتطلع نيجاتيف كي. على رسمتي لو ده اكس وده واي، فاحنا بنبقى فاهمين ان الكي عبارة عن ايه؟ الكي بيبقى عبارة عن اوتسايد، يبقى النيجاتيف كي هي مين؟ هي انسايد. دي كده كانت طريقة تانية. طيب دايما بقول لك ده الاكس ده الواي، محفوظ جدا ان الزد فين؟ اوتسايد يا جماعة، او بيترسم كده حد بيشاور لبره اوتسايد. ناخد سؤال كمان عندي هنا، ده ماجنتيك فيلد عند النقطة بي عايزين نحسبه. اول حاجة خالص قسم المسألة او الكومباينيشن دي، قسمها اعتبرها اتنين وايرز، في واير فيهم ملهاش اي اعتبار، الواير دي النقطة P بامتدادها، صح؟ أي نقطة طلبت منك تحسب عندها فيلد بامتداد الواير بصفر، يبقى الواير دي مش مؤثرة، ما بتخلقش فيلد خالص، أقدر إن أنا أمسحها. يبقى الواير الوحيدة اللي فضلت عندنا اللي هي رقم 2، هي دي الوحيدة مصدر الماجنتيك فيلد عند النقطة P. الواير رقم 2 نوعها إيه؟ أنا شايف طرف من الطرفين بتوعها، بس الطرف الثاني انا مش شايفه، ملوش بدايه، يبقى دي سيمي فاينايت. اروح انا كاتب قانون السيمي فاينايت، ميو نود اي على 4 باي، فاقرب مسافه او اقصر مسافه بين الواير والنقطه بي اللي هي المسافه مين؟ اكس. بالنسبه لاتجاه الماجنتيك فيلد، يلا بايديا اليمين بمسك بصباعي الكرنت، بشوف النقطه بي، بقيت صوابعي عندها داخلين لجوه، فاقول له الاجابه انسايد او انتو ذا بيج. متأسف جدا، إن شاء الله أفتكر أعمل لها كات وأنا بإيديت الفيديو. length of wire معمول هنا على شكل زي ما سيادتك شايف، برضو عايزين نجيب الماجنتيك فيلد عند السنتر، هقسمها جزئين.
خلاص ادي سيمي سيركل اوف راديوس ار ينتج عنها ماجنتيك فيلد كام؟ ايه هو قانون السيمي سيركل؟ ممكن اخد قانون السيركل واقسمه على 2، فممكن اقول ميو نود اي على 2 ار، لا 2 ار دي قانون سيركل، اقول 4 ار. طيب بالنسبه لواير رقم 1 دي سيمي سيركل، اخد قانون السيمي سيركل السيركل برضو واقسمه على 2، اقول ميو نود اي على عندها ريديوس كام؟ دي ار على 2، فلما اكتب 4 في ار على 2 يبقى لي بس مين؟ 2 ار. هل هما الاثنين بي اد تو ايتش اذر، بيقووا بعض ولا لا؟ اه ما دام اتجاه التيار واحد يبقى الاثنين دول هدفهم واحد، بيقووا بعض او ناتج عنهم ماجنتيك فيلد في نفس الدايركشن. طب ايه هو نفس الدايركشن؟ جرب امسك اي واحده فيهم بصوابعك، لف مع اي واحده فيهم بصوابعك كلها، هتلاقي الابهام او الثمب بيشاور فين؟ بيشاور لبره، فاقول اوت اوف ذا بيج. اجمعهم بقى انت مع بعض شوف يطلعوا لك انهي اجابه بالظبط. نيجي هنا سؤال زياده، عندي واير رقم 1 2 3 و1 مجهول فيها اتجاه الكرنت، انما 2 و3 عارفين اتجاه الكرنت كويس جدا. طبعا خد بالك الواير دي بتبقى ليها تكمله كده ايه جوه البيج، بس انت مش شايفها، انت شايف نقطه منها بس، شايف سن القلم او سن الواير. عايزين التوتال ماجنتيك فيلد عند الاوريجين يكون بصفر. طب عشان التوتال ماجنتيك فيلد عند الاوريجين يكون بصفر، تعال نشوف اي واير من دول زي ما قلت لك ستريت ليها تكمله جوه البيج، امسك كل واير فيهم بصباعك. خلاص يعني الواير رقم 2 مثلا عايزك بصباعك بالثمب بتاعك خلاص تشاور لجوه، يلا شاور بالثمب لجوه وانت ماسك الواير دي، هتلاقي ايه على عده ايدك اليمين كده؟ هتلاقي ان اي نقطه على يمين الواير عندها فيلد لتحت، طب والنقط اللي على شمال الواير عندها فيلد ايه؟ لفوق. خلاص كده، فيبقى انا اقدر اقول ان بي الناتج عن الواير رقم 2 لفوق. الواير رقم 3 عكسها، الواير رقم 3 كارنت فيها اوتسايد، فهتديني ماجنتيك فيلد بي 3 عند الاوريجين اوتسايد. خلاص يبقى انا عايز بي 1 بكام؟ مش عارفين وما نعرفلوش دايركشن، فهنعمل حركه حلوه قوي. تعال نفترض ان الدايركشن اللي في البوزيتيف واي ده هو المرجع بتاعنا، هو الحاجه البوزيتيف، فنقول ان بي نت كفيكتور هي بكام؟ هي بزيرو. بي نت دي اللي هي جمع بي 1 وبي 2 وبي 3 كفيكتورز مع بعض. لما تعطل دايما في الاشارات او بوزيتيف ونيجاتيف اشتغل فيكتورز. طيب هقول يبقى 0 بيساوي بي 1 اللي انا ما اعرفهاش. طب بي 1 هي عباره عن ايه؟ ميو نود قيمه الكرنت اللي هو ماشي في الواير على كل دول انفينيت وايرز، فبكتب هنا على 2 باي المسافه، المسافه بيني وبين واير 1 بكام المسافه دي؟ A. في انهي دايركشن؟ ما اعرفش. خلاص؟ فانت ممكن بدل ما كنت تعمل كده ممكن ايه؟ يعني انت ما تعرفش الدايركشن فهتقول دايركشن انون، سمي الدايركشن يا سيدي سي مثلا، حاجه مجهوله ولا اعرف هي واي ولا نيجاتيف واي، ما اعرفش هي مين، سميها سي وخلاص. بلس بي 2 وبي 3. بي 2 هو عباره عن ميو نود اي 2 على 2 باي اي في اتجاه الجي. بي 3 ميو نود اي 3 على 2 باي، المسافه كام بقى من الواي رقم 3 لغايه عندي لغايه الاوريجن المسافه كام؟ 2 اي. في اتجاه مين الفيلد ده؟ في اتجاه النيجاتيف جي. كل دول بزيرو مع بعض، يبقى انا هروح قايل اللي انا محتاجه طير كده ميو 2 باي اي مع ميو 2 باي اي مع ميو 2 باي اي، فهتقول خد ده كده ابعته الناحيه الثانيه مثلا، او العكس سيب ده هو الناحيه دي كده لوحده، سيب ده الناحيه دي لوحده، هو ده البوزيتيف لوحده، فهقول ان اي 1 سي بتساوي كل دول اتبعتوا الناحيه الثانيه فهناكس اشارتهم. خلاص فهقول نيجاتيف اي 2 جي بوزيتيف اي 3 على 2 جي. طبعا واضح اي 3 على 2 ليه؟ لان انا كنت بطير من شويه ميو مع كل 2 باي اي، في هنا 2 تفضل اهي. خلاص ايه اللي انت شايفه؟ انا معايا اي 1 واي 2 اي 3 معايا القيم بتاعتهم ولا لا؟ اه معايا اي 1 لا unknown، اي 2 معايا رمزه اي، فهشيل اي 2 واحط بداله حاجه اسمها اي، اي 3 هشيله واحط بداله 3 اي. يبقى انا عرفت ان اي 1 المجهول بالنسبه لي كماجنتيود وكدايركشن الفيلد الناتج عنه، خلاص عرفت ان هو عباره عن كام؟ 3 اي على 2 يعني 1.5 اي ماينس اي، يبقى 1.5 اي في اتجاه البوزيتيف جي.
يبقى دي اول حاجه سيادتك عرفتها، عرفت ان اتجاه الفيلد الناتج عن الواير واحد هو مين؟ هو جي. يبقى انا عرفت ان بي 1 في اتجاه الجي، يبقى اكيد الواير دايركشن هنا فين؟ ها جرب كده بايديك اليمين، لازم يكون اتجاه الكارنت اوتسايد عشان ينتج عنه بي 1 لفوق، يبقى هنا دي كده عرفت ان هي اوتسايد. خلاص. طب قيمه الكارنت بكام؟ اي 1 بكام؟ ب 3 على 2 اي. فانا محتاج ادور على اجابه 3 على 2 اي اوتسايد. في بقى غلطه هنا صح؟ طب تيجي كده نبص تاني بسرعه، دي كده انسايد لفوق، دي كده اوتسايد لتحت بي 3، يبقى دي نيجاتيف جي ودي جي، عكستهم خليت ده اللي نيجاتيف وده اللي بوزيتيف. هنا هنقول انفينيت وايرز كل شغلنا طاير طاير طاير. هنا اي 1 سي، طبعا انت سكيب الحته دي لغايه ما انا مفكر فيها يعني. خلاص ده قيمه الاي 1، وهنا عندك الكارنت اي 2 فكيت وحطيت بداله اي على مسافه اسمها ايه، ده مسافه اسمها 2 اي، فتفضل عندي هنا 2 وقيمة الكارنت نفسه 3 اي 1.5 اي. اه شفت بقى الغلطة، 1.5 اي ماينس اي بتديني هاف اي صح، يبقى اجابتي صح، انا عايز هاف اي اوت سايد اهو. غيره عايزين هنا نرتب الماجنتيك فيلد، شدة الماجنتيك فيلد عند النقط اللي هي في السنتر دي كده. خلاص عايزين نرتب شدة الماجنتيك فيلد من الصغير للكبير. فتعالى كده نقول دي رينج، ايه اللي انت بتفهمه عن الرينج؟ الرينج لفة، الكارنت لافف، بتمسك الكارنت بتاع الرينج بصوابعك كلها، واتجاه الماجنتيك فيلد اللي بيظهر هو الابهام او الثامب بتاعك. فتعالى مثلا نقول انا لو مسكت رينج زي دي هلاقي ان الثامب بيشاور فين؟ لتحت، يبقى الفيلد الناتج عنها عند اي نقطة في الدنيا لتحت، اللي فوقيها نفس اتجاه فيبقى لتحت برضه اللوب اللي فوقيها. يبقى هنا الماجنتيك فيلد الناتج عن كل لوب بيقوي بعض. بص الرسمه الثانيه، اتجاه التيار هنا هينتج عنه فيلد لفوق، ده ينتج عنه فيلد لتحت، يدوني فيلد بكام هنا في النص؟ صفر. بص الثالثه وركز فيها، الثالثه نسخه من الاولى بالظبط. خلاص اللوب الصغيره اللي تحت عامله فيلد لتحت، اللوب الصغيره اللي فوق عامله فيلد لتحت، نسخه من رقم واحد، بس في تعديل حصل. ايه التعديل اللي حصل؟ زودنا لوب كبيره. طب اللوب الكبيره دي بتدعم الفيلد اللي لتحت ولا عكسه؟ لا عكسه، اتجاه الكارنت اللي فيها معكوس، يبقى بتديني فيلد لفوق، فالفيلد اللي لفوق ده طبعا هيضعف شويه الفيلدز اللي لتحت دول شويه، فيبقى فين اقل فيلد خالص؟ رقم صفر، او اللي الفيلد فيه بصفر، الحاله رقم اتنين. اكبر منها شويه خلاص اللي فيها فيلد معاكس بيقلل بعضه، تلاته. أقوى فيلد على الإطلاق مين؟ واحد. ناخد هنا بروبلم 1، عندك لعب كده بالوايرز، عايزين الفيلد عند النقطة P. فهنعمل إيه يا جماعة؟ عشان أجيب الفيلد عند النقطة P هقول أولاً كنسل أي واير بامتداد P، يعني مش الواير دي هتعدي بـ P وكذلك الواير اللي هنا هتعدي بـ P، يبقوا تكنسلوا هما الاتنين. فأنا عايز أجيب الماجنتيك فيلد عند P، هقول بي بتاع الواير التانية بلس بي بتاع الواير التالتة بلس بي بتاع الواير الرابعة ديو تو سيمتري، هقول بي 2 هو هو بي 4 بالظبط، فنجيبه ونضربه في 2. ليه يا جماعة؟ ما انا وانا بجيب بي 2 او وانا بجيب بي 4 حتى البربنديكولار ديستنس لهنا هي زيها بالظبط. خلاص الانجلز زي ما هنشوف دلوقتي، دي زي دي ودي زي دي، في سيمتري تماما في المساله، فيبقى بي 2 وبي 4 زي بعض. طب تعالى يلا نحسب بي 2 وتعالى نحسب بي 3، فنقول الماجنتيك فيلد 2 بي 2 بلس بي 3. بي 2 نوعها ايه؟ فاينايت واير، بقفل ترانجل زي ما قلت لك واقول قانون الفاينايت واير هو مين؟ هو ميو نود اتجاه الكارنت او قيمه الكارنت على 4 باي في البربنديكولار ديستنس ال على 2، في كوزاين الانجلز اللي هنا، كوزاين 90 مش هكتبه، كوزاين الانجل دي هكتبه سميها ثيتا، بلس بي 3. بي 3 هروح انا مقفل ترينجل برضو خلاص، واقول فاينايت واير
فراح كاتب ميو نود اي على 4 باي في البربنديكولار ديستانس من بي لغايه هنا المسافه دي ال في كوزاين الانجل اللي هنا بلس كوزاين الانجل اللي هنا. طب ما الانجل اللي هنا هي مين؟ هي 90 ماينس ثيتا، فعايز اقول كوزاين 90 ماينس ثيتا بلس كوزاين 90 ماينس ثيتا. طب ما كوزاين 90 ماينس ثيتا هو مين يا جماعه؟ خلاص هو ساين ثيتا، فراح انا كاتب هنا دبل ساين ثيتا. الاي معانا نقدر نعوض بالارقام، ميو نود احنا حافظينه خلاص، ال ما ادانيش ال لا ادهوني اهو 2 سم على الرسمه، يبقى فاضل بس الحاجه الوحيده اللي نقدر نجيبها ثيتا. وانس انك جبت ثيتا خلصت حل المساله. طب الفيلد ده انسايد ولا اوتسايد؟ تعال نجرب، امسك اي واير بايديك اليمين، امسك الواير رقم 2 بايديك اليمين يلا. هتلاقي ان الثمب لما انت بتخليه شاور مع الكارنت بتخبط عند النقطه بي انسايد. طب انا صح اللي عملته؟ جمعت كل الفيلدز مع بعض صح؟ اه صح، طول ما اتجاه الكارنت ما تغيرش كل الوايرز دي بتدعم بعض، بتشارك وبتدي لك نفس الماجنتيك فيلد بالظبط او بتقوي بعض. خلاص كده؟ يبقى لما يبقى اتجاه الكارنت، الكارنت سيركيوليشن خلاص؟ الكارنت ليها سيم سيركيوليشن، كل الوايرز بيقووا بعض بشرط ان انا اكون في نفس المستوى. لان في مسائل تانية يعني لو مثلا عندك واير كده خلاص وواير كده مثلا وواير كده، لا مش هينتج عنهم نفس الدايركشن، لان كل واير دلوقتي بتديك ماجنتيك فيلد في حتة تانية فاهمني. انما دي مسألة كلها في نفس البلين يبقى كل الوايرز بتدعم بعض. سؤال كمان هنا عندي فيجر 9، the current in the long straight wire I1 مديهوني، وبعد كده في ريكتانجلر لوب ماشي جواها اي 2 مديوني برضو، والدايمنشنز اي وبي وسي وال وكل حاجه معاك. عايز الماجنتيك سوري الماجنتيود والدايركشن اوف ذا نت فورس. ايه ده نت فورس؟ ده موضوع مهم جدا. ليه؟ انت هنا في تشابتر 1 و2 مع بعض. اولا اي 1 ده مصدر، خلاص كده ده مصدر ده سورس، فبينتج عنه عند اي نقطة ماجنتيك فيلد ايكوال كام؟ ميو نود اي على بما انه انفينيت واير يعني ولا ليه طول انفينيت واير على 2 باي اكس، ده الفيلد عند اي نقطة خلاص، اي نقطة على بعد مسافة اكس، يبقى ده الفيلد على بعد اكس. انسايد ولا اوتسايد؟ بما ان الرسمة بتاعتي والمسألة بتاعتي كلها على يمين الواير خلاص، فهجرب بايديا اليمين كده رايت هاند رول، هلاقي ان اي نقطة عندها فيلد انسايد. طيب خلاص خلصنا، انا دلوقتي هبتدي ادرس الوايرز الفيكتيمز واحدة واحدة. هو عايز تأثير مين على مين؟ خدت بالك؟ او بيدرس مين؟ الفورس على اللوب، فاللوب هي الضحية اللي انا بدرس التأثير عليها. فنبتدي واحدة واحدة نقول بالنسبة للواير رقم واحد عايز اجيب الفورس عليها، الفورس على الواير رقم واحد. هنا بشتغل بأني اسلوب بقى؟ شابتر 1 هروح انا قايل اي ال كروس بي خلاص، اي اللي ماشي جواها اللي هو اي 2، ال الديسبيسمنت فيكتور بتاعها لو ده اكس وده واي مثلا خلاص، انا شايف اتجاه الكارنت اللي فيها واي، فيبقى ال طوله ال في اتجاه مين؟ اتجاه الواي، مضروب في الماجنتيك فيلد. مين هو الماجنتيك فيلد؟ الماجنتيك فيلد اللي هو ميو نود اي 1 على 2 باي اكس، بكام الاكس؟ مسافه من هنا لهنا بكام؟ سي، في اتجاه الانسايد. لسه قايلها لك من شويه، انا عارف ان لو الاكس والواي زي ما هم مرسومين مين اللي اوتسايد؟ الزد، يبقى مين اللي انسايد؟ النيجاتيف زد مثلا يعني خلاص. ده لو حبينا نشتغلها كفيكتورز. تعال نجيب اختها بالظبط اف 3، الواي رقم 3 التاثير عليها بكام؟ نفس التيار هو ماشي فيها بالظبط، بس عندها displacement في النيجاتيف جي، فهقول ال نيجاتيف جي. طب وعندها magnetic field بكام؟ ميو اي 1 في اتجاه النيجاتيف كي على 2 باي كام؟ من المصدر للواير الثالثة مسافة كام؟ مسافة ايه؟ خلاص؟ طب بالنسبة ل F2 F4 لا مش هحسبهم. ليه مش هحسبهم؟ بالخبرة. خلاص؟ أنا واخد بالي من حاجة، بإيديا اليمين كده. بإيديا اليمين بس المرة دي بنعمل عملية كروس برودكت، أو من غير يا سيدي إيديك اليمين خلينا ماث بما إنك مش شايفني فبلاش وجع دماغ. لما تضرب هنا جي
في نيجاتيف كي بيطلع لك مين؟ ها؟ بيطلع لك نيجاتيف اي. يبقى اتجاه الفورس على الواير الاولى في اتجاه النيجاتيف اي. انما لما تيجي تضرب هنا نيجاتيف جي في نيجاتيف كي، يبقى الفورس الثالثه اللي على الواير الثالثه في اتجاه الاي. خلاص، نتيجه ان هما الاثنين مش على نفس البعد من المصدر، واحده على بعد سي والتانية على بعد A، فاكيد الفورسز مش هيكونوا قد بعض، فواحده فيهم اللي هتكسب. خلاص، منطقي مين اللي تكسب؟ مين اللي عندها فيلد اعلى؟ مين؟ الواير رقم واحد. فيبقى اكيد اكيد النت فورس اللي هتاثر على التورك هتكون في اتجاه مين؟ في اتجاه 1. هعرفها ازاي؟ عايز اخصم دول من بعض، اعمل لهم ماينس، عايز اعمل F1 ماينس F3، اجيب النت فورس اللي على اللوب. انما الواير رقم 2 والواير رقم 4 هما الاثنين لو خدت بالك في سيمتري، على نفس البعد من المصدر بالظبط، فالواير رقم 2 هيتولد عليها فورس لفوق، والواير رقم 4 يتولد عليها فورس لتحت. التو فورسز نفس القيمة بالظبط، بيكنسلوا بعض. عشان كده قلت لك بالخبرة ببقى عارف في المسألة اللي زي كده ما بدرسش الواير رقم 2 ولا بدرس الواير رقم 4، أنا بدرس بس 1 و3. فهروح عامل F1 ماينس F3 علشان أجيب النت فورس. خلاص؟ أجيب F1 ماينس F3. أنا عارف إن F1 كده كده هتكسب، لأن F1 عندها مسافة أقرب شوية من المصدر، فعندها فورس أكبر. وأكون بكده خلصت المسألة. ندخل على الجزئية التانية. امبيرز لو. امبيرز لو بكل بساطة شبه جاوس لو. بيقول لو عندك شوية تشارجز بتحاوطهم بكلوزد باث، خلاص يا جماعة، بتحاوطهم بكلوزد باث، ويبقى الماجنتيك فيلد بنقدر من القانون ده نوصل له. الستيتمنت بالظبط بتاعت امبيرز لو ان ذا لاين انتجرال، التكامل الخطي of the tangential component of the magnetic field، خلاص، over closed path بتساوي ميو نود في sum of all enclosed current. بمعنى ايه يا جماعة الكلام ده؟ قبل ما ابتدي اشرحه لك وانا بحل، عايزين يعني هنعدي بس على نقطتين. فاكر في جاوس كنا بنحب نخلص من الانتجريشن. طب عشان اخلص من الانتجريشن، خلاص، عشان ابدل الانتجريشن واحط بداله بي ال، كان لازم يحصل ايه؟ اولا بضمن ان البي كونستنت عند اي نقطة، فبالتالي البي لو كونستنت بتطلع بره الانتجريشن وبيصبح بي دوت ال على طول. البي دوت ال بحاول اظبط ثيتا تبقى يا بزيرو يا بناينتي، لان لو ثيتا بزيرو او بناينتي يبقى الدوت برودكت البي دوت ال هيبقى حاجة من حاجتين، بي ال كوزاين زيرو او بي ال كوزاين ناينتي. خلاص، فدي الطريقة اللي بنبسط بيها الستيتمنت شوية. طب ايه معنى الستيتمنت؟ تعالى كده ايه نشوف في بروبلم زي دي. لو عندي انفينيت واير ماشي جواها كارنت، وسألتك عايز اجيب الماجنتيك فيلد عند النقطة بي من غير القانون اللي انت حافظه بتاع بايوسافار بطريقة امبير اللي انا لسه قايلها لك، بنيجي عند النقطة بي اللي احنا مهتمين بيها وبنرسم كلوز ذا باث يحتوي الكارنت. هرسم كلوز ذا باث مش كده ولا كده مثلا، كلوز ذا باث بيحتوي الكارنت. ينفع كده؟ طيب لا، ما ينفعش. ليه؟ لازم بيكون حوالين نفس الاكسس بتاع المساله. لو انت فاكر جاوس، لو كان فيه هنا سفير كان بيحوطها بسفير زيها، لو فيه هنا سلندر كان بيحوطها بسلندر زيها، حوالين نفس المحور، بيحترم السنتر او الاكسس بتاع المساله، نفس الحدود. ونروح كاتبين قانون امبير. اللي هو ايه قانون امبير؟ هنقول قيمه الماجنتيك فيلد عند النقطه بي اللي انا عايز احسبها في ال، ال بتاع مين؟ بتاع المسار الخيالي اللي احنا رسمناه. بيساوي ميو نود سميشن اي. مين سميشن اي؟ كما لو كان المسار الخيالي اللي احنا رسمناه ده لو عصرناه كده بيحتوي جواه مين؟ صح، انهي لاين كارنت اخترق السيرفيس ده؟ اي. فيبقى الماجنتيك فيلد عند النقطه بي بيساوي ميو نود قيمه الاي اللي في الواير على 2 باي اي. نفس القانون بتاع بايوسافار بس وصلنا له باسلوب تاني. ناخد السولونويد والترويد، مش هدي لك البروف بتاعهم، يكفي ان سيادتك يعني ترجع للمحاضره تشوف البروف بتاع السولونويد والترويد. السولونويد الماجنتيك فيلد جواه بميو نود ان اي. مين الان؟ مين الان سمول دي يا جماعه؟ عدد لفات السولونويد على طوله. طيب اتجاه الماجنتيك فيلد دايما along the axis زي ما انا كاتب لك،
يبقى شوية حاجات نعرفها عن الماجنتيك فيلد. ركز، أول حاجة جوه الماجنتيك فيلد is constant عند أي نقطة، جوه السولونويد الماجنتيك فيلد constant عند أي نقطة، بره السولونويد الماجنتيك فيلد بيساوي زيرو، جوه السولونويد الماجنتيك فيلد في اتجاه ايه؟ along the axis، قيمته ايه؟ ميو ان اي. ركز قوي في الثلاثة اربعة هنس دول. بس خد بالك بقى، ده السولونويد المثالي الايديال. يعني ايه ايديال؟ يعني طويل جدا، يعني طوله لا يقارن بالديامتر بتاعه. يعني يجيب لك في المسألة طول السولونويد مثلا كيلو مثلا يا سيدي، خلاص، والديامتر بتاعه بتتكلم حاجة بالسنتي. شفت الفرق؟ لا يقارن ببعض، طول السولونويد كبير جدا بالنسبة للراديوس. ساعتها البروبرتيز دي تنطبق. طب لو السولونويد بتاعي مش مثالي، خلاص، مش طويل كفاية، الماجنتيك فيلد جواه بيبقى تقريبا كونستنت. فهمت بقى؟ بنأمن نفسنا بكلمة ايه؟ تقريبا او almost. الماجنتيك فيلد براه بيبقى ضعيف جدا، ما اقدرش اقول زيرو صريح، بس هقول ساعتها يعني اكنه زيرو، خلاص، ضعيف جدا. جوه السولينويد كده كده الماجنتيك فيلد في اتجاه مين؟ في اتجاه الاكسس، دي ما فيهاش مشكله خالص. البروف بتاع السولينويد يعني تقدر ترجع له في المحاضره. التورويد عباره عن سولينويد واتلف، سولينويد واتقفل كده على نفسه، خلاص، بس ابتدى الموضوع شويه يبقى مساله، ما يبقاش بروف. طب عايز احل، هشتغل ازاي؟ بص يا سيدي، في المنطقه اللي اقل من الانر راديوس ايه، هرسم، عايز احسب الفيلد هنا مثلا، هرسم باث خيالي زي ما امبير قال، بس الباث الخيالي ده لا يحتوي كارنت، يبقى الفيلد هنا بكام؟ زيرو. هرسم بعد كده باث خيالي عند النقطة دي، لأن عايز احسب الفيلد ما بين الـ A والـ B. الباث الخيالي مرسوم اهو عندك بالأزرق اهو، لو انت شايف. الباث الخيالي ده بيحتوي كارنت ولا ما بيحتويش؟ اه بيحتوي. طب واحدة واحدة مع بعض، هقول بي في ال length of this path، المسار ده طوله قد ايه يا شباب؟ طوله 2 باي ار، 2 باي مكان ما انا واقف، بيساوي ميو نود اي، بيحتوي اي قد ايه؟ افهم الحته دي مهمه. الكرنت اللي داخل هنا في السولينويد، امشي كده معاه، داخل داخل داخل، ماشي 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 ماشي، جه هنا عند النقطه دي ودخل لجوه وهيختفي، هيلف لفه كده انت مش شايفها من ورا، شايف؟ ويطلع لك تاني يظهر من هنا. فدايما بقول النقط دي اسمها اكسات، مداخل الكرنت، خلاص، وفي بره زيهم بالظبط اسمها مخارج الكرنت. يعني مش لازم ارسمهم لك بقى كلهم عشان ايه، ننجز الوقت شويه. فالامبيريال باث الخيالي اللي بالاصفر اللي انا راسمه بيحتوي جواه على مين؟ شايف الامبيريال باث اللي بالاصفر ده بيحتوي جواه على مين؟ على كل الاكسات دي، كل اكس فيهم هي مين؟ هي كارنت اهو، نفس الاي، نفس الاي اللي انا مشيت بيه هنا اهو، شايف؟ جه هنا اكس، يبقى الكارنت هنا داخل. طب الامبيريال باث احتوى كام اكس؟ بعدد اللفات. فهقول ان الماجنتيك فيلد عباره عن ايه؟ ابعت ال 2 باي ار هناك تحت اهي، يبقى ميو ان اي على 2 باي ار. وخد بالك ده نفس قانون السولونويد، ما هي عدد اللفات على لينث التورويد دي اللي احيانا بندلعها بنسميها ان سمول، فيبقى كأنه نفس قانون السولونويد بالظبط. طب يا ترى بره بقى، بره التورويد، يلا انقل كده، ارسم باث خيالي بره التورويد هنا، على قد ما بيحتوي اكسات على قد ما بيحتوي دوتس، يبقى الماجنتيك فيلد عنده بكام؟ بزيرو. طيب نعرف نرسم، هقول الفيلد بصفر هنا وبصفر هنا، جوه في المنطقة دي بيبقى ليه قيمة بتقعد تقل تناسبا مع واحد على R، باينة تناسبا مع واحد على R. طب هو لما بيجي يسألك أحيانا بيقول هات لي الماجنتيك فيلد عند مسافة إيه مثلا، هات لي الماجنتيك فيلد عند B، وأحيانا بيقول لك هات الماجنتيك فيلد وبيسكت. طب لو سكت هعمل إيه؟ هجيب او اعوض بانهي راديوس؟ هعوض بالراديوس المين بتاعهم او المتوسط بتاعهم. انا كده اكون خلصت معاك شرح امبيرز لكله، فاضل نحل كذا سؤال على السولونويد وعلى التورويد، ونكون خلصنا خالص التوتوريال بتاعنا.
اول واحد رقم 7 في قانون امبير، الانتجريشن لازم يتعمل على ايه؟ على كلوزد باث. قبل ما تختار دي استنى، اصل لقيت واحده احسن منها شويه. كلوزد باث مش اي كلوزد باث وخلاص، بيحتوي الكارنت، بيسراوند الكارنت. اه دي احسن. طب اللي بعدها عندنا تو ايماجينري باثز، عايزين نشوف الباث رقم 1، يا ترى انتجرال بي دي ال بيطلع كام؟ انا عارف يا جماعه ان انتجريشن بي دي ال على اي باث هو عباره عن مين طبقا لقانون امبير؟ هو ميو نود في اجمالي الكارنت. طب انا هنا عندي 3 امبير و5 امبير في نفس الناحيه، هيدوني كام؟ 8 امبيرز. يبقى اقول له الاجابه 8 ميو نود. بس هو ما طلبش منك تحسب بي، هو قال لك هات لي ده على بعضه. الباث الثاني الخيالي اللي هو رقم 2، انا شايف ان الباث رقم 2 بيقطعوا هنا 5 امبير، بس نفس ال 5 امبير لفوا وجم خرجوا من هنا، في هنا 3 امبير هم لفوا وجم خرجوا من هنا، صح؟ يبقى الباث الخيالي ده الاي انكلوزد فيه بكام؟ بزيرو. طيب سؤال رقم 9 مهم جدا جدا جدا. عندي لونج هولو سيلندريكال كوندكتور، هولو سيلندريكال كوندكتور يعني القلب بتاعها فاضي كده وليها انر واوتر راديوس، تعال نكبرها شويه، ليها انر واوتر راديوس بكام؟ هو اللي قايل ب 2 مللي و4 مللي. كاريز كارنت 24 امبيرز ديستريبيوتد اوفر ذا كروس سيكشن، التيار متوزع هنا كده يا جماعه اوفر ذا كروس سيكشن، طبعا الحته اللي في النص الفاضيه دي ما فيهاش ايه؟ تيار. يبقى الكارنت دايما نازل من اي حته من الحتت دي كده. طبعا انت لو بصيت على بقيه السلندر اه الكارنت مكمل هنا اهو، بس المهم ان القلب ايه؟ فاضي، الكور اللي في النص ده فاضي. غيره عندنا كارنت 24 امبيرز غير دول بقى، في 24 امبيرز تانيين خلاص ماشيين في لونج واير كوأكسيال وذ ذا سلندر. كوأكسيال يعني عندي واير في نفس الاكسس بتاع السلندر بالظبط، ماشي جواها كارنت نفس الكارنت ان اوبوزيت دايركشن، ماشي جواها 24 امبير بس الايه لفوق، خلاص ده اتجاه الكارنت اللي هنا 24 امبير لفوق. عايزين نجيب الماجنتيك فيلد 3 ملم فروم ذا اكسس. لو انت مكان امبير بتعمل ايه؟ افتكر كده جاوس كان بيقف هنا عايز يحسب فيلد، بيروح مقفل هنا بحاجه اسمها جاوسيان سيرفيس سلندر كامله. امبير ما بيعملش كده، امبير بيشتغل بكلوزد باث، يعني بيدرس قطاع واحد بس او كروس سيكشن من السلندر واحد، خلاص ما بيدرسش السلندر كلها، بيدرس قطاع او كروس سيكشن منها. طيب فبقول عايز احسب الفيلد عند النقطه دي مثلا، باجي عند النقطه دي وارسم باث خيالي اهو. طيب الباث الخيالي اللي احنا رسمناه ده شايف، ببتدي اقول بي في طوله، طوله اللي هو كام؟ الباث الخيالي ده احنا واقفين عند ريديوس كام يا جماعه؟ عند ريديوس ار، فاقول بي 2 باي ار بتساوي ميو في اي انكلوزد. طيب جواه كام كارنت؟ جواه كام كارنت يا جماعه؟ اولا جواه 24 امبيرز اللي بالاحمر اللي طالعين لفوق، خلصنا، وجواه شويه من ال 24 امبيرز اللي باللزق اللي نازلين لتحت، فانا اعتبرهم بنيجاتيف، خلاص اقول نيجاتيف 24. اه هنا بقى عندك غلطه، هو كل الامبيرز اللي بالازرق included في امبيرز سيرفيس او في السطح اللي امبير كتبه في امبيرز لوب، لا في شويه براهم صح. طب انا عايز اجيب شويه الكارنت شايف اللي هنا بس اللي في الحته دي كده بس، فهقول ايه؟ بعمل حركه ريشيو بسيطه قوي، هقول ال 24 امبير بتوع السلندر كلها متوزعين على قطاع قد ايه او على كروس سيكشن قد ايه؟ على كروس سيكشن باي 4 سكويرد ماينس 2 سكويرد. اللي انا عايزه خلاص، اللي انا عايزه اللي جوه الامبيريال لوب بتاعتي كام؟ ما اعرفش، بس انا عارف ان الامبيريال لوب احتوى كارنت في الحته دي بس، شايف احتوى كارنت في الحته اللي هنا دي بس، الحته اللي هنا دي مين؟ باي ار سكويرد ماينس 2 سكويرد. يبقى احتوى جواهم قد ايه من ال 24؟ هاجي اضرب ال 24 اللي هنا في ريشيو، خلاص هضرب في r باور 2 ماينس 2 باور 2 على 4 باور 2 ماينس 2 باور 2. افهم انا كده عملتها نسبه وتناسب، اكني بقول لك عندي قلم طوله 100 سنتي شحنته كيو، خلاص يبقى تلته شحنته قد ايه؟ هتقول لي كيو على 3، نصه شحنته قد ايه؟ كيو على 2، صح ولا ايه؟ نسبه وتناسب ريشيو.
فادي التوتال كارنت متوزع على الاريا دي، يبقى الاريا دي نصيبها قد ايه من التوتال كارنت، نسبه وتناسب ريشيو. انا كده خلاص خلصت تقريبا، فاضل بس ايه، ابعت ال 2 باي ار هناك تحت عشان احسب الماجنتيك فيلد. هبعت ال 2 باي ار دي هناك تحت عشان احسب الماجنتيك فيلد. طيب انا هزود معاك حاجه كمان علشان موجوده في سؤال في الشيت، فمش عايزين نرجع لها، عايزين نسكتش. طبعا انت اخر خطوه شوف هو عايز الفيلد فين، عايز الفيلد عند 3 مللي، فراح انا معوض حاطط كل ار بكام، ب 3 مللي، كلام سهل. هقول لك بقى حاجه في منتهى الصعوبه، خلاص ولا منتهى الصعوبه ولا حاجه، لا انا عايز اجيب الماجنتيك فيلد مثلا عند 10 مللي، ايه رايك؟ 10 مللي دي انت واقف بره السلندر صح؟ انت لو وقفت بره السلندر هنا وبامبيريال باث خيالي رسمته، بتانكلود مين؟ بتانكلود ال 24 امبيرز اللي فوق، وبتانكلود كمان ال 24 امبيرز اللي لتحت، فالماجنتيك فيلد بره كان بزيرو. عشان كده بنقول دايما اي كوأكسيال كيبل ما فيهاش تسريب ماجنتيك فيلد، الماجنتيك فيلد براها بصفر خلاص، لان هي فيها تو كارنتس بيكنسلوا بعض. طب انا عايز ارسم الماجنتيك فيلد، يلا هنقول ايه، في القلب الفاضي اللي جوه ده اللي قبل اللي ما بين 2 و 4 مللي مفيش فيلد، وبعد الكوأكسيال كيبل مفيش فيلد، خلاص صح؟ لا مش صح، انا غلطت، حقكم عليا. امتى كنت اقول كده؟ امتى اقول ان يعني ده بره كده كده مفيش فيلد؟ امتى كان ممكن هنا اقول مفيش فيلد؟ ايه رأيك؟ لو الواير ده ما كانش موجود صح؟ لو الواير ده ما كانش موجود، لما اجي ارسم هنا امبيريال باث الاقي ان هو لا يحتوي على كارنت، فاقول ان هنا الفيلد بزيرو. انما المساله بتاعتنا بتاعت دلوقتي، لو انا رسمت هنا امبيريال باث هلاقي ان هو بيحتوي على مين؟ بيحتوي على ال 24، فيبقى الماجنتيك فيلد في المنطقه اللي هنا دي ناتج عن ال 24 اللي في الواير لوحدها، يعني ممكن امسح دول كده خالص، فاقول الماجنتيك فيلد ميو 24 على 2 باي ار، يعني بيتناسب عكسي مع ار، يعني حاجة بتبدأ هنا من قيمة ماكسيمم تقريبا انفينيتي وبيقعد يتناسب عكسي مع ار بالشكل ده. خلاص يا جماعة، المنطقة اللي جاية ما بين 2 و 4 عايز ارسم الفيلد، هشتغل اهو من القانون اللي هنا، عايزين نفكر الفيلد بيزيد ولا بينقص؟ طبعا واضح الفيلد بينقص، بدليل ان هنا الفيلد هيكون بكام؟ بزيرو. انا كل ما الامبيريال باث بتاعي، بص، كل ما الامبيريال باث عمال بيوسع واحده واحده، عمال يحتوي، عمال يحتوي كارنت من الزرق دول اكتر صح؟ واحده واحده بيوسع بيحتوي الكارنت الزرق اكتر واحده واحده، لغايه ما بالتدريج كده هيبقى بيحتويهم كلهم، فيدي لك فيلد بصفر. فهقول الفيلد يقعد يقل 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 لغايه ما بالتدريج يديني ايه يا جماعه؟ فيلد بصفر، خلاص بالشكل ده مثلا. انا كده خلصت رسمه الماجنتيك فيلد، نقدر دلوقتي مثلا ايه، ولا هينزل بشكل ستريت؟ ايه رايكم؟ لا مش هينزل بشكل ستريت، هيبقى حاجه عامله زي كده. تعال ناخد السؤال 8 موجود في 9، فناخد 9 على طول، او هنا رقم 2 معلش. لونج سولونويد، لونج دي يقصد يقول لك ايه، مثالي، ها، عدد لفاته بير تيرن ان سمول 10 بير سنتيمتر، عنده راديوس ما بحتاجوش دايما بس يعني نبص عليه 7، ماشي جواه كارنت 20 مللي امبير. طب ما ايه الجمال ده؟ ما انا لو مدي لك كل حاجه، مدي لك ان سمول، مدي لك ار كابيتال، مدي لك اي، مدي لك كل حاجه عن السولينويد، يبقى سيادتك بتقدر تعمل ايه؟ بتقدر تحسب الفيلد الناتج عن السولينويد. فهنروح قايلين يبقى الفيلد بي سولينويد، بي عند اي نقطه جوه السولينويد بكام؟ بميو نود ان سمول اي، بميو نود ان سمول اللي هي 10 خلاص اي، بس اظبط بقى اليونتس شويه، يعني السنتيمتر باور نيجاتيف 1 ده بتضرب في كام؟ في 10 باور 2 عشان يبقى متر نيجاتيف 1. الكارنت 20 مللي امبير، لو خدت بالك المسألة اللي فاتت كان عندي 2 و4 مللي، أنا ما كنتش بصراحة مركز في أرقامهم قوي، ما كنتش يعني مش بركز معاك في التحويلات خلاص، بس يعني
التحويلات اظن امرها سهل يعني. تعال هنا كده، ادي بي سولينويد اهو، قدرنا نحسبه. طيب هل بي سولينويد انا حسبته مثلا هيطلع معايا رقم؟ لا مش معايا رقم، ليه؟ مش مهم، سيبه كده زي ما هو، بس معروف يعني تقدر تحسبه على الكالكليتور بسهوله. ده مين ده؟ ده الماجنتيك فيلد عند اي نقطه يا جماعه جوه السولينويد. خلاص، ده الماجنتيك فيلد عند اي نقطه جوه السولينويد. طب ايه الدايركشن او ايه الاتجاه بتاعه؟ اظن كلنا عارفين، في اتجاه الاكسس هنا مثلا. غيره بقى، عندي كارنت 6 امبير موجودة في ستريت كوندكتور along the central axis، مصدر تاني خالص غير السولونويد. يعني أنا ممكن على فكرة أقول السولونويد دوره خلص، ممكن أمسح لك السولونويد ونسيب بس الفيلد، نسيب تأثيره بس مش أكتر. خلاص، بس خلينا كده وخلاص. هحط هنا واير عند السنترال اكسس أهو، ماشي جواها 6 أمبير، نوعها إيه؟ infinite واير. يبقى الفيلد الناتج عنها، الفيلد الناتج عن الواير عند اي نقطة، بيبقى ميو نود اي بتاع الواير اللي هو 6 امبير على 2 باي. مين بقى؟ بعدك عن الواير. طب انا ما اعرفش، انا يعني هيطلب مني احسب فيلد فين؟ فنقول مثلا هيطلب منك تحسب فيلد هنا على بعد مسافة ار. خلاص، يبقى التوتال فيلد عند النقطة اللي احنا كاتبينها دي بكام؟ هقول التوتال فيلد عبارة عن هجمع بي سولونويد، خلاص بشكل مؤقت بس، مع بي واير. بي سولونويد معانا على فكرة، انما بي واير مجهول فيها مين؟ مجهول فيها الار، مش معروف الار. يبقى انا ما اقدرش احسب التوتال ماجنتيك فيلد، صح؟ وانا ما اقدرش احسبه لسبب تاني، لان التوتال ماجنتيك فيلد او الريزلتنت فيلد المفروض يتحسب بقانون بايثاغورس او بقانون الريزلتنت. ليه يا شطار؟ تعال نشوفها سوا دلوقتي، تعال نشوفها سوا. هو بي سولونويد في انهي ناحيه؟ بي سولونويد دي الناحيه بتاعته، انما بي واير بمسك الواير بصباعي. امسك كده الواير بصباعك، يلا هتلاقي ان اي نقطه تحتها عندها فيلد انسايد، اي نقطه فوقيها عندها فيلد اوتسايد، يبقى ده البي الناتج عن الواير. يبقى الريزلتنت فيلد خلاص حاجه كده ما بينهم، بجيب لها قانون يعني بجيب لها فاليو بقانون مين؟ بقانون الريزلتنت. واقدر كمان اقول حاجه تانية، اقول ان هي بتبقى عامله ثيتا مع ايا منهم، عامله هنا مثلا ثيتا، اقدر اقول ان تان ثيتا مين على مين؟ بي واير البعيد على بي سولينويد. تعالى نقرا، بيقول لك ات وات راديال ديستنس، انا ما اعرفش انا واقف فين، انا واقف على بعد ار بكام، ما اعرفش احسبها لي. هيبقى عندها الفيلد عامل ثيتا 45 مع الاكسيال دايركشن. الماجنتيك فيلد عامل زاويه 45 مع الاكسس، الاكسس اللي هو ده سيادتك اللي هو اتجاه الايه، شايف اتجاه مين برضو؟ اتجاه بي سولينويد، ده الاكسيال او ده الاكسس. فيبقى بيقول لك ثيتا ب 45، تعرف تحل وتجيب لي ار؟ اه طبعا، ما هي تان ثيتا اللي هي تان 45 هي بي واير على بي سولينويد. انا معايا بي سولينويد، بس بي واير قلت لك مجهول فيه الار، مش معايا الار، هتعوض بالارقام تجيب مين؟ تجيب ار. وانس انك جبت ار تقدر ترجع هنا تحط الار تجيب مين؟ تجيب الريزلتنت فيلد، وده كان الطلب التاني. ممكن يطلب منك حاجة كمان، يقول لك احسب لي الماجنتيك فيلد على بعد مسافة 10 سنتي. 10 سنتي يعني احنا هنا. ايه اللي هيختلف بقى؟ هيختلف ان عند النقطة دي كده مثلا الماجنتيك فيلد بقى مين؟ ما بقاش بي سولينويد، امال بقى بي واير لوحدها. انت لما بتطلع بره السولينويد ما بتحسش بيه، فانت كده هتحس بمين بس؟ هتحس بال 6 امبير انفينيت واير فقط لا غير. تعال ناخد سؤال كمان، ده شبه اللي انا رسمته معاك من شويه. خلاص، بس كانت واير ما فيهاش او كانت سلندر ما فيهاش الكواكسيال واير اللي في النص، فقلنا ان الفيلد هيبقى شكله عامل ازاي لغايه الانر راديوس. مهما ارسم امبيريال باث هنا ما بيحتويش كارنت، واخد بالك؟ هبتدي بعد كده احتوي كارنت بالتدريج،
كل ما هتوسع، كل ما هتوسع من الانر راديوس للاوتر راديوس هقعد احتوي كارنت بالتدريج، فالفيلد بيقعد ايه يزيد لغايه ما بيحصل ايه بعد كده، لما بطلع بره الفيلد او لما بطلع بره السلندر، انا اول ما وصلت عند النقطه دي احتويت الكارنت اللي في السلندر كله بالظبط. المساله دي شبه اللي حليناها يا جماعه اللي هي فيها كارنت هنا في هولو سلندر، فانا اول ما بوصل بره انا احتويت الكارنت كله، فده كده اعلى فيلد. كل ما بعد يحصل ايه؟ طبعا كل ما بتبعد كل ما الفيلد ما بيقل، فالفيلد بيقعد يقل 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 واحده واحده لغايه ما بيوصل لمين؟ لغايه ما بيوصل للصفر. اهي الرسمه اهي. يعني خلاص احنا ممكن نوقف لغايه هنا مثلا خلاص، ولو حسيت ان انتم محتاجين اسئله تاني في الجزئيه دي ممكن ابقى انزل لك شويه اسئله اكسترا يعني. جود لك يا جماعه في امتحاناتكم واشوفكم على خير.